Sunday night, with the exception of that slap you saw from an obviously frustrated Mr. Long this past Monday. And now the world struck. بدي اعرف شو بتستفيدي من الفرجي على هالرياضه اللي كلها عنف؟ مثل اللي بتستفيدي من الفرجي على مسلسل كله نكد وسحب ملح. هلا مسلسلات الحب والرومانسيه صارت كلها نكد ومثل هالعنف اللي عم تتفرج عليه. والله يا حياته انا هيك رجل شرقي بحب العنف والهمجيه والحيوانيه. حبيبي عماد، انت عندك احساس انه في حدا ظالمك بالحياه وما عم تقدر تاخذ حقك منه؟ برافو، عن جد برافو، شلون عرفتي؟ هلا درستي لي كلمتين بالجامعة وجاي تطبقيهم علي، إيه شو هالاكتشاف الخطير هذا؟ عم تتمسخر مو؟ إيه أنا من خلال دراستي وأبحاثي قريت إنه كل اللي بيتابعوا هالرياضات العنيفة وأفلام الكاراتيه اللي كلها عنف ودم وقتل بيكون عندهم عقدة نفسية. يعني بيكون حق من حقوقهم ضايع ما عم يقدروا يحصلوه، بيكون حدا ظالمهم من الصغر، تار بايت. يعني قلتك هدول المباريات بياخذونا بتارنا وبيرجعولنا حقنا وبيقيموا الظلم عنا؟ ما بعرف بس انا هيك تعلمت. لك يا حبيبتي يا حبيبتي خليني انصحك نصيحه. اتركيها لرساله الماجستير عم تخرب لك الباقيه من افكارك، لك انت كل اللي صفيان عندك كم فيوز، والله اذا بيطقوا بتروح عليكي، لك حرام لساتك صغيره. قرينا كلمتين صرنا نفهم بكل شيء ما شاء الله. بقدر افهم انت ليه بتحول كل حواراتنا لشجار؟ حوار وشجار؟ لا تكوني فكرتيني سباوية عم تحاكيني بالفصحى. لك انا زوجك زوجك، تزوجتك لحتى ارتاح ما اتنكد وتضلي تحلي لي شخصيتي على الطالعه والنازله. انا رح فوت كمل المباراه جوا، انت دوري لك على شي مسلسل تركي مشان تعرفي تتنكدي منيح وتنكدي علي حياتي. طب نفسيه ومرض ما بعرف شو. إيه لكن انا اللي تزوجت لحتى اتنكد على الطالعه والنازله.